السلام عليكم ورحمة الله، معكم مهندس هشام أحمد، وهنبتدي درسي إن شاء الله مسلسل دروس تمارين على السوليد ووركس. درس النهاردة تمرين رقم 115، وهنبدأ نرسم في الرسمة اللي على الشمال عندنا دي. طيب الرسمة دي عشان نبدأ نرسمها هنبص لها، اللي احنا هنلاقي لو رسمنا في الفرونت بلان هتبقى أسهل بالنسبة لي. ليه؟ لأن أنا هرسم الخط الأفقي والرأسي والمايل ده كله، وبعد كده هبدأ أعمل اكسترود لجوه. يبقى أنا كده هاجي من على جنب أرسم في الفرونت بلان، اتك عليه تكه واقول له سكتش، وهاجي ارسم لاين من الاوريجين افقي بالمنظر ده، وبعد كده اطلع راسي، وبعد كده افقي مايل افقي انزل راسي. انا الارتفاع الراسي الكبير ده انا هعمله اللي هو التوتال لينث بتاعي اللي هو 20 زائد 28. فهاجي في السمارت دايمنشن هقول له ان الارتفاع ده كده 28 بلس 20، ومعايا التوتال لينث اللي هنا ده كده كان 90 مللي المنظر ده، ومعايا القطعة اللي فوق دي 18 مللي، والمسافة من هنا لهنا دي كده 50 مللي، معايا الارتفاع ده او الثيكنس الموجود هنا 12 مللي. يبقى انا كده رسمت البروفايل بتاعي. تمام، هبدأ بعد كده اقول له اكزيت سيتش وفيتشر اكسترود على 50 مللي واقول له صح. تمام كده، هاجي بعد كده اعمل ايه؟ هاجي من الجزء اللي هنا ده كده السطح اللي فوق ده واقول له سكتش، وهرسم ريكتانجل كورنر ريكتانجل من هنا لهنا، واقول له سمارت دايمنشن ان المسافة من هنا لهنا دي كده 15 مللي، وبعد كده المسافة دي 20، العمق بتاع الريكتانجل اللي جوه 18، واقول له فيتشر اكسترود كات واقول له صح. كويس، هبدأ ارسم بقى الفتحة او الفتحة الكسرة الموجودة هنا دي. هاجي ارسم في البلان ده اعمل سكتش عليه، وهبدأ ارسم ريكتانجل بالمنظر ده واقول له سمارت دايمنشن، عندي المسافة من هنا لحد ورا دي كده 20. مش هيهمني طول الريكتانجل قد ايه، لكن هقول له اكزيت سكتش وهقول له اكسترود كات على كام؟ 20 مللي بالمنظر ده واقول له صح. هنلاقي حتة هنا مش معمول لها كات، فانا هضطر ان اعمل edit sketch وهكبر ده اطوله معايا شوية واقول له edit sketch كده هتتظبط معايا. هكبر بقى الرسمة بتاعتي وهبدأ احط لها material، حاجة من على جنب هقول له edit material واحط لها cover cover alloy، واختار cover واقول له apply close، وممكن اغير الخلفية بتاعتي من هنا اخليها plain white بالمنظر ده، ومن قائمة evaluate أقول له mass properties كده الكتلة بتاعته حوالي 843 جرام. وده كده كان الدرس بتاع النهاردة. لو حد عنده أي سؤال أي استفسار يقدر يبعت لنا على صفحتنا على الفيسبوك learn SOLIDWORKS Arabic، وأرقام التليفونات والإيميل موجودين أسفل الشاشة. أشوفكم الدروس الجاية إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.